أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم. خلال يوم أمس والليلة الفارطة سجلنا نزول بعض الأمطار المتفرقة والمحلية بمناطق الشمال والوسط، حيث تراوحت الكمية عامة بين 1 و2 مليمتر. بالنسبة إلى هذا اليوم، طقس مغيم بأغلب الجهات، ثم كانت السحب كثيفة ومؤقتة رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية، والحرارة القصوى تراوحت بين 25 و29 درجة بالشمال والمناطق الساحلية، سجلنا 29 بتونس وبين 30 و34 درجة ببقية الجهات. هذه الليلة سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتة رعدية بالشمال والمناطق الغربية والوسط والجنوب، وطقس مغيم جزئيا بأقصى الجنوب مع نزول بعض الأمطار. والحرارة تتراوح بين 14 و18 درجة بالشمال والوسط وبين 20 و24 درجة بالجنوب. يوم الغد إن شاء الله بعض السحب بأغلب المناطق تكون أحيانا كثيفة بالسواحل الشرقية، والحرارة القصوى تكون في حدود 25 درجة ببنزرت، 26 بتونس، 23 بقليبية، 22 بنابل، زغوان الحرارة القصوى 26 درجة. بالنسبة إلى باج الحرارة القصوى 23، 25 بتبرقة، 30 بكل من جندوبة الكاف وسليانة، 26 بتالة، 28 درجة بالقصرين. القيروان الحرارة القصوى 29 درجة، 24 بكل من سوسة ومنستير، 23 بالمهدية. بالنسبة إلى سيدي بوزيد الحرارة القصوى في حدود 29 درجة، 26 بصفاقس، 25 بقرقنة، 27 بجربة، 29 ببلدين، 26 بجابس. قفصة الحرارة القصوى 30، 31 بكل من توزر وقبلي، تطاوين 28 درجة، 35 درجة بكل من أرمادة، البرمة وبرج الخضرة. الملاحة والصيد البحري بشمال تونس تهب رياح شرقية شمالية شرقية من 15 إلى 20 عقدة، ثم تتقوى تدريجيا بعد الظهر من 20 إلى 25 مؤقتا 30 عقدة، البحر مضطرب. خارج الحمامات وجهة الساحل ريح شرقية شمالية شرقية من 15 إلى 20 مؤقتا 25 عقدة، البحر قليل الاضطراب ومضطرب. على منطقتي الشابة وجربة ريح شمالية شرقية جنوبية شرقية من 15 إلى 25 تصل مؤقتا إلى 30 عقدة، البحر مضطرب. التوقعات الجوية بالنسبة إلى بعض المدن العربية والأوروبية بنواكشوط 26 درجة سحب قليلة، أغادير سحب قليلة 20 درجة، أمطار منتظرة بمراكش 25، سحب قليلة بالرباط والدار البيضاء 23 درجة، طقس قليلة السحب بتلمسان 21 درجة، الجزائر العاصمة سحب قليلة 28 درجة، أمطار منتظرة بطرابلس 38 درجة، مصراتة 31 مع طقس مغيم كذلك بنغازي، سحب قليلة بالإسكندرية 32 درجة، القاهرة 33 درجة، المدينة المنورة طقس صافي 41، 34 بمكة كذلك بجدة، الرياض بعض السحب 39 درجة، طقس صافي بأبو ظبي 37، منامة 37 درجة، الكويت سحب قليلة 40 درجة، سحب قليلة بكل من دمشق والقدس الشريف 26 درجة، أنقرة طقس صافي 22 درجة، سحب عابرة بإسطنبول 24 درجة، طقس صافي بأثينا 26 درجة، كذلك بنابولي 25، بعض السحب بروما 25 درجة، سحب عابرة بميلانو 25، طقس صافي بستراسبورغ 27 درجة، سحب عادية بباريس 22، سحب عابرة بليون 24 درجة، بعض السحب بتونس 23 درجة، سحب رعدية ببوردو 23 درجة، أمطار منتظرة ببلباو 21 كذلك بمدريد، مالقة سحب عابرة 23 درجة. التوقعات الجوية بالنسبة للأيام القليلة القادمة إن شاء الله، الأربعاء 21 مايو 2014 بعض السحب بأغلب المناطق، الريح من القطاع الشرقي قوية من 40 إلى 50 كم في الساعة قرب السواحل الشمالية ومعتدلة من 20 إلى 30 كم في الساعة ببقية الجهات، البحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب بالسواحل الشرقية، والحرارة القصوى تتراوح بين 26 و 30 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية وبين 30 و 34 درجة ببقية المناطق، وتصل محليا إلى حدود 36 درجة. يوم الخميس 22 مايو 2014 سحب عابرة على كامل البلاد، الريح من القطاع الشرقي قوية قرب السواحل الشمالية ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية الجهات، البحر يشيد الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل، ودرجة الحرارة في استقرار. شروق الشمس يوم الغد سيكون في الساعة 5 صباحا و7 دقائق، والغروب سيكون في الساعة 7 مساء و25 دقيقة. أوقات الصلاة يوم الغد الثلاثاء 20 مايو 2014 الموافق ل 21 رجب 1435، صلاة الصبح بداية من الساعة 3 صباحا و23 دقيقة، الظهر منتصف النهار و23 دقيقة، صلاة العصر في الساعة 4 بعد الزوال و6 دقائق، المغرب في الساعة 7 مساء و27 دقيقة، وصلاة العشاء في الساعة 9 مساء و10 دقائق. لمزيد من الإرشادات يمكنكم الاتصال بالموزع الصوتي موقع الويب أو بعث إرساليات قصيرة على رقم 85012. في الختام نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.